مرحبا اصدقاء، معكم ياسين. كما رجعت لكم مقطع جديد، وبهذا المقطع اصدقاء بدنا نلعب لعبة امونج اس. واسمنا يا اصدقاء هالمرة رح يكون كوسا محشي، مثل ما شايفين يعني اسم هيبي وبيخوف اكيد الاعداء كلين. ولهيك يا اصدقاء هلا خلونا ننطلق ونشوف شو فينا نعمل. يعني اذا كنا محققين لازم نكشف المجرم، واذا كنا نحن مجرمين بدنا نقتل الكل. يعني يلا خليكم مع المقطع. هلق يا اصدقائي يبنا نطلع كمان نحن القتلي، ومع انه ما طلعنا القتلي ما بعرف ليش ما اقول كمان يعني، او بنطلع محققين. حاولوا توقعوا يا اصدقائي هلا قبل ما تعرفوا الحقيقة، يعني مثل ما بتعرف عرفتوا كيف هيك حلوة هي عن النسق. او نحن القتلي، والله شو بدنا نعمل فيكم. يلا واخي زيو، يلا يلا والله لا نفتكن يا زلمة. تعا تعا حبيبي تعا، والله نحن مسالمين ولا يهمك من هالناحية. يا شباب شو هذا؟ ليك ما تدقر اللعبة، ليك ما تدقر، انتبهتوا؟ ما يقولوا اي هذا اللبس احمر المهم. أيوة ما يقولوا هذا اللبس أحمر. يا شباب أنا أحزر شو ما أفكر هلا بتجاوز التصويت مشان أو بصوت على هذا. إيه بصوت على هذا، بصوت على الدارك جرين لأنه هو اللي عمل الإنذار عرفتوا كيف. هلا الأخ بياكل هوا يعني. يلا يلا برا حبيبي يلا. هسا اللايت جرين ما صوت، هذا شكله بده يضل سنة ضوئية هيك واقف ما يعمل شيء. اوه يا شباب على فرق واحد، والله كان صديقنا اكل هو بده يتقلى. بنعرف انه امه هو القاتل يا زلمة، نحن القتل. لانه هلا تعال نروح يا شباب، ما بدنا نوهمن انه نحنا قتلي. خلونا هيك على اساس ما نراقي. وهي قتلنا، يلا تخبى. مشكلة اللي ما عدنا عارف نحكي، المشكلة ما فينا نروح يا هيك. اوه انتصرنا صديقنا زي، والله كفو يا عم. هو كمان قتل عالم اكيد لهيك انتصرنا. تتوقعوا هسه نطلع القتل يا اصدقائي ولا لا؟ شو رايكم؟ ما يقلنا هذا انه ضعف صوتك يعني، زار صوتي عليه. يلا مو مشكله يا اصدقائي، هلا نحن محققين مثل ما شايفين. تعال نروح هوني ننتظر جماعه تجي معنا. ايوه وين سلت تحت يا زلمه؟ الابيض وقع تحت. انا ليش شك انه هون بده يصير شيء؟ شباب الازرق الفاتح لا شكله عادي عادي، فكرت هيك عنده الجرأة اللي يضل بمكان واحد، قلنا معناته هذا قاتل. العمى البنة ميت. ايوه هلا بده يشتغل عقل المحقق كونان. انا ناس غادر الجيم. لا يا انا ناس ليش يا زلمة؟ وزي كمان هذا اللي هلا كان معنا القاتل من شوي. بيقولوا يوسف، اي والله هذا في الاسود اسمه يوسف. وفعلا ما يقولوا الريد، مين الريد؟ ما في ولا واحد اسمه ريد، وما في واحد بلون الريد من الاسود. انا اسمي كوسا محشي عمي، لا حدا يقرب علي. ما يقسم انه مو هو، وما ضل حدا وما اقسم مثل ما قلت لكم يعني انه ما انه القاتل بهاي اللعبه، فما بنعرف اذا بنصدقه او لا. بس انا راح اتجاوز التصويت يا شباب لانه ماني متاكد، ما شفت حدا يعني. هلا يا شباب مثل ما شايفين صوتوا على ليلى يوسف لنشوف اذا هو القاتل او لا. يلا لحظه الحقيقه، يلا
والله ما انه القاتل. ايوه بس تبقى قاتل واحد يعني شيء بسيط والامور هيك يعني متيسره بتصير. ايوه هلا وين بدنا نروح؟ وين بدنا نروح؟ وين؟ بحس بهاي الغرفة احيانا بتصير امور شنيعة، بس اكتر غرفة يا شباب وثقوا انه تلاقوا جس فيها هي هاي الغرفة. ايوه في ازرق فاتح وبينك، بس القاتلين عدد مو اثنين لنقول انه متآمرين مع بعض او هيك شيء. شبك ما تلحقنا يا الدارك بلو. والله عرفت يا شباب ليالو مبين قاعد ما يلحقنا. لو ليكو راح عادكم لا تجوا تصوتوا على الزهرة هلا. والله مصيبة هيك بعده. يلا يالو يلا. لا اله الا الله. ايه يلو ايه هاي الصح عمي يلو. مبين كيف لحقنا ومبين يعني ما في شمعة لتلبك عرفتوا كيف. هلا تعالوا نشوف يا شباب كيف ما شافوه. والله استغربت انا ياكو هذا ما يخبص مدري شو، بس هو القال يلو يعني برافو عليك صديقنا الاخضر الغامق شوشو شوش حتى مو شوشو مشان ما نضرب له الاسم يعني اسمه هيبي كمان. يلو نيلد اي سي يو. لا يا شباب هذا كذاب قاعد ما يتهم واحد تاني. صوت عليه نيلد يلا. عفكرة هيك عمل عدو لحاله غبي عفكرة هو. It wasn't me. اه صح. يلا الازرق الغامق خد موقف صوت على حدا انتو اليلو يلا. يلو بينك مبرسون هذا ما يقول بينك الاصفار. يلا كاكاشي يلا. والله كاكاشي صوت عنيل لعما ما اخباك بس يلا مش الحال. لنشوف هلا يا شباب لحظة الحقيقة المعروفة يعني اكيد هو قاتل مثل ما شفته هو قتلنا ولا انتصرنا هيك يا اصدقائي. نكشفوا كل القتلي هنا وانتصر المحققين. وبس اصدقائي بكون وصلنا لنهاية الفيديو. بجوز البعض ما انتبه انه حطيت انا 7 مشان يصير الاسم هون له هيبي. كنت حاط حرف الاتش عرفتوا كيف، بس هلا حطيت 7 هيك بتصير كوسه محشان الاسم هيبي بيصير عرفتوا كيف يا اصدقائي. بتمنى كل عجبكم الفيديو. اذا عجبكم الفيديو حطونا لايك واشتركوا بالقناه، كمان لا تنسوا تفعلوا زر الجرس. كان معكم ياسين جيمر، مع السلامه.